حنا بخير وديرة العز في خير، دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا فيه. كريم على بركة الله وتوفيق انطلق ثامن أشواط هذه الفترة المسائية، انطلقت الآمال الباحثة عن الفوز في هذا الشوط في هذا المهرجان الغالي، مهرجان أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. لنبدأ مع مسيرة تحديات سن اللقاية، هذا الملتقى الأخوي، شعارات أبناء القبائل، أبناء دول مجلس التعاون المشاركين والحاضرين على أرضية ميدان الشحانية. لنبدأ مع هذه الأمسية الجميلة، الأمسية الرائعة، مع مسافتنا 5 كيلومترات. لنبدأ بالنداء مع الأسماء 5 الأولى الحاضرة وأول المراكز، أول المنطلقين، التواجد من محيض محمد بن سعد بن راشد آل عزان النعيمي على البداية وعلى المقدمة، مقدمة لنا محيض. المركز الثاني التواجد من المستشار محمد بن علي بن حمد بن جابر العذبة المري والنقلة. إلى المركز الثالث يتواجد بهذه اللحظات القادم بهذه المسيرة محيض الآخر حمد بن فهد بن راشد بن حمده النعيمي. المركز الرابع أتابع المتحد والشعار بن حلفان راشد بن محمد بن سعيد آل بريص المري. المركز الخامس من الجانب الأيمن أتابع من يتواجد الطاير عبيد بن سعيد بن راشد بوضح المري. هذا هو النداء الأول للأسماء 5 الأولى الحاضرة والمتنافسة في مسيرة هذا الشوط. لنعود إلى البداية، لنعود إلى المقدمة. الله يا المتحد، المتحد بدأ يتحد قواه وينطلق على البداية على المقدمة حاملا شعار بن حلفان. من يمن النفس أن يحالفه الفوز مع انطلاقة المتحد على البداية والمقدمة. راشد بن محمد بن سعيد آل بريص المري المركز الثاني. التقدم من المستشار، يحضر المستشار في هذا الاختبار، يتواجد وكأن به مع الناموس ثار. يحمل لنا أيضا شعار العذبة محمد بن علي بن حمد بن جابر العذبة المركز الرابع أو الثالث القادم محيط. الله يا محيط انفاز محيط. بنقول قصيدة في الخزينة يا حل القعدان، خلاكم محيط في مكان كلكم ما ترغبونه، مركم في سرعة ما هو بريض. الله يا محيط، محيط محمد بن سعد بن راشد آل عزان النعيمي المركز الرابع. وتابع نصر ماجد بن فرج بن زامل الظفيري. وصلوا أهل الكويت، وصلوا أبناء ميدان الشهيد غادمين للمشاركة على أرضية ميدان الشحانية. وقادم الظفيري بشعاره على المركز الرابع يتسلل المركز الثالث. المركز الرابع شعار بوضحة على رابع المراكز مع الطاير لعبيد بسعيد بن راشد بوضحة المري. المركز الرابع خامسا وصل لهوب ناصر بن عبد الله بن راشد الزعبي. وصل شعارك الزعبي، وصل شعارك الواثق غادم على هوب على المركز الخامس. تسلل المركز الثاني، قابلته قبل انطلاقة الشوط وقال لي، قال لي عندي ايضا نجم في هذا الشوط القادم والمنطلق. نتمنى لك التوفيق الزعبي. ايضا نذكر بان صاحب سيارة في مهرجان الامير الوالد وفي رصيده العديد والعديد من النقاط والانجازات. هذا هو النداء الاول او الثاني للأسماء 5 الأولى. لكن نتحول إلى أول المراكز، إلى البداية، إلى المقدمة، وإلى من يحمل الرقم 1. غير مجريات الشوط لهوب. الله يا لهوب
بدأت تهب رياح المنافسة، بدأت تهب رياح النواميس مع انطلاقة لهوف على المركز الأول، يحمل الرقم واحد، يبحث عن الرقم واحد مع شعار الزعبي، تعود الملكية لناصر بن عبد الله بن راشد الزعبي، يتابع حمد بن عبد الله الزعبي، يتابع أيضا بانطلاقة على البداية المركز الثاني، التواجد من المستشار محمد بن علي بن حمد العذبة، والمركز الثالث شعار بوضحة قادم مع الطاير عبيد بن سعيد بن راشد بوضحة المري، المركز الرابع وتابع عقاب لسالم بن عبيد بن الحمر المري، وصل ايضا بالنبيشان مع انطلاقة او مشينا مع المركز الرابع، المركز الخامس هل الكويت قادمين ممتع ظفر بن هادي بن ظفر الهاجري مع المركز الخامس، اعود الى البداية اعود مع الالف ومئتين، الف ومئتين عن الناموس عن التتويج، الله يا البداية البداية المقدمة غير امور الشوط، المستشار المستشار على البداية، لكن بالعرج بالعرج يفج الطريق نحو انطلاقة البداية مع تواجد مرعب 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 على البداية، أو هنالك شعار بوضحة على المقدم وعلى الصدارة مع الطاير، الطاير حاير طاير الناموس مع الطاير، من يحلق على البداية مو اللي يحلق على المقدمة، عبيد بن سعيد بن راشد بوضحة المري بالعرج قادم بن شينان قادم مع انطلاقة عقاب سالم بن عبيد بن حمد بالحمر المري، الله النيسان بترول ستيشن المنافسة بوضحة بوضحة ايضا بشينان على المركز الثاني بالعرج بشينان بوضحة، السيارة الناموس الناموس المرتقب الطاير مع بوضحة الطاير لمحمد او لعبيد بن سعيد بن راشد بوضحة المري، طار بالسيارة طار بالناموس طار بالتتويج مع بوضحة بوضحة بوضحة، مقدمة لنا الشعارة معات ايضا اتضاح امور هذا الشوط، ينتزع السيارة ينتزع الناموس على البداية على المقدمة، سلام الطاير سلام سلام بوضحة سلام على فوز الطاير واختطافه لنقطة هذا الشوط، اختطافه للسيارة واختطافه لناموس في هذا المهرجان الخالي، سلام بوضحة سلام وتحية واحترام لعبيد بن سعيد بن راشد بوضحة المري على فوز الطاير، المركز الثاني مرعب لسعيد بن حازم محمد الجربوع المري المركز الثالث، ووصل عقاب لسالم عبيد بن حمد الحمر المري المركز الرابع، نجم لعلي بن مطر بضافة الدوسري خامسا، ممتع لظفر بن هادي بن ظفر الهاجري، مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء وشاهدنا المنافسة التي دارت في مجريات هذا الشوط، وتابعنا الطاير من اختطف ناموسي هذا الشوط، اختطف السيارة النيسان بترول ستيشن. نتابع مشاهدينا الكرام حفلنا الكريم مجريات شوط الذي انقضى شوطنا الثامن لمنافسات وتحديات هذه الفترة المسائية، لحظة وصول الطائر وجماهير الطائر من يرافقون الطائر، هذه لحظة وصول خط النهاية، معلن الفوز معلن الناموس متوجا بهذه المسيرة الحافلة بالإنجازات، نهني بوضحة على فوز الطائر وتوقيته الزمني لحظة الوصول 7:40 جزء واحد من الثانية، التاني التبريكات لعبيد بن سعيد براش بوضحة المري المركز الثاني، كان الوصول من قبل شعار بالعرج 7:41 جزء من الثانية، الثالث تبقى لمالك مرعب سعيد بن حمد محمد الجربوع المري المركز الثالث، كان الوصول من قبل عقاب توقيت الزمني 7:41، 6 الزمن الثانية، الثالث تبقى لسالم بالعبيد بن الحيمر المري.